ماذا تخبئ لنا قاعات السينما في عام 2013؟ تعالوا معنا لنكتشف الأفلام التي ستعرض في الفترة المقبلة. عالم أوز الرائع للمخرج سام رايمي. الفيلم هو من إنتاج ديزني وبطولة جيمس فرانكو وراشيل وايز. أبطال خارقون سنراهم أيضا في 2013. فالرجل الحديدي في جزئه الثالث سيواصل تقديم مغامراته المثيرة. وهذا جاتسبي العظيم لباز لورمان. دور البطولة أسند لليوناردو دي كابريو، وإلى جانبه نجد الممثلة كاري موليغان وتوباي ماغواير. Gatsby. I'd like to know who he is and what he does. Gatsby. What Gatsby? My boss. Mr. Carraway, this is my good friend, Mr. Maya Wolfshot. I understand you're looking for a business connection. Happens to be confidential. Man of Steel بطله إحدى الشخصيات المعروفة لدى الجميع، إنه سوبرمان. You will give the people an ideal to strive towards. They will race behind you. They will stumble. They will fall. وأخيرا بشرى لعشاق هوبيت، فهناك جزء جديد سيقدمه مخرجه بيتر جاكسون. عليكم فقط الانتظار إلى نهاية 2013. He must be stopped or all shall fall into darkness.